السلام عليكم خوتي وخواتاتي، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحة جيدة يا رب. اليوم عالم ام صفاء، خارجة على الكوزينة البنات خوتي وخواتاتي، خارجة وبالي هاد المنظر جميل في الحي فين تنسكن تبارك الله. دابا الخضورية زهر هاد البلاصة، وقلت علاش ما نشاركش مع خواتاتي وخوتي اللي تدعموني في القناة وتشجعوني وتيخليو لي تعاليق زوينه وما تيتخلاوش عليا. شكرا لكم بزاف. عالم ام صفاء من ايطاليا، هانتوما تبارك الله ما شاء الله ساكن هذا البلاص، موبل قديم ولكن راه الشرطه قدامهم مع الدروج واحد الطلعه، عرفتي راه مزهرين تبارك الله، والاوروبيين عزيز عليهم هادشي تاع الاورود وهاد الخضوريه تبارك الله، كيهتموا بها دابا في الصيف كيهتموا بها بزاف، وصوت الفريخات ما شاء الله كتسمعوا العصافير تبارك الله. عجبني عجبني عجبني، قلت علاش ما نهدي خوتي وخواتاتي اللي تيشارك تيدعموني وتيخليوا لي تعاليق ولي لايك، وشكرا لكم بزاف من هذا المنبر تنشكركم خوتي وخواتاتي على الاهتمام ديالكم وعلى المشاركه ديالكم ديالي في القناه، التفاعل ديالكم الله يجازيكم بخير، واللي باقي ما ضمش القناه يضم القناه ويورك على الجرس باش يوصلوا الجديد ديالي. من طبيعه الحال الا عجبكم المحتوى واللي لايك اخواتاتي مهم للقناه، اللي لايك اللي لايك اللي لايك وهادشي اللي غنقول لكم اخوتي واخواتاتي. شكرا لكم بزاف، القناه ديالي بكم نتوما غتكبر ان شاء الله. تنهدي لكم هاد الورادات اللي باللوان كاملين خوتي وخواتاتي، العائله ديالي خارج المغرب وداخل المغرب في نهاء العالم، المهمات خواتات الخوت الاحباب الاصدقاء واصدقاء ديالي اللي كاينين في اليوتيوب وتيتابعوني في القناه، منهم العائله ومنهم الاصدقاء ومنهم كلشي، تنهدي لكم هاد المنظر جميل 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 بزاف تبارك الله ما شاء الله. هانتوما دايرين هاد الطلعه ديال الدروج تتخرج للمدينه فين ساكنه، ودايرينها كلها ورد وكلها تبارك الله ما شاء الله كلها جميله. احضر سيدي، كاين الناس جايين يدخلوا للدار ديالهم وما بغيتش نشدهم، من الاحسن نخلي لكم الفيديو زوين وتستمتعوا ليا بهذا الجمال وهذا الخضوريه. الله يجعل لنا وليكم في الجنه يا رب. ها هو الباب، الشوط مبني قديم ولكن الا دخلتوا للداخل راه تبارك الله تيكون الديار ديالهم زوينين من الداخل. هاد البلاصه فين ساكنه انا تيجيو التوريست، تيجيو من احاء العالم تيجيو لها. هانتوما تبارك الله كله تبارك الله، هاد البلاصة ماشية كلها وريدات وكلها جمال وكلها ونقة ونقة، تفتح النفس البنات والله. هانتوما تبارك الله ما شاء الله، مني غتفيق وتحلي عينيك على هاد الوريدات راه غتضيع كلها سعادة وكلها نور وكلها حلوية وكلها نشاط تبارك الله ما شاء الله. شو هاي الطالع تسبي غدا طالع بحالكم، هو اللي ها هو باب واحد الطاسه اللي نمشي لكم لهنايا صافي، تسبي غدا طالع بحالكم هو كامل تبارك الله ما شاء الله. وشكرا لكم خوتي وخواتاتي، شكرا لكم شكرا لكم كثيرا بزاف، وبسلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في خرجه زوينه وفيديو غزال، وخلوا لي في التعاليق وقولوا لي كيفاش جاتكم باش نشارك معكم بلاصه اخرى. حك هاد البلاصه فيها ما يتشاف، المهم راه غنحط لكم هاد الفيديو وقولوا لي كي جاتكم ونحاول نشارك معكم ان شاء الله. تسهلوا كلكم المتبعين ديالي، تسهلوا هاد الوريدات اللي فتحات وزوينات بحال وجوهكم خوتي وخواتاتي. بسلام عليكم وشكرا لكم، ما تنساونيش.